هذا جهاز الأوبو A15. الجهاز هذا يجي ب 529 ريال 141 دولار. إذا ودكم أستمر أسوي أجهزة اقتصادية أبداً، تابعوني علقوا على هذا الفيديو وإن شاء الله يصير أسوي لكم هالمحتوى، كون أنه أصلاً بدأ يوم أنت طلبت مني هالشيء. الذاكرة الداخلية 3 جيجا والسعة التخزينية 32 جيجا، وبعطيكم تفاصيل كثيرة عن هالجهاز. الحين من العلبة يقولوا أن الذكاء الاصطناعي الكاميرا الثلاثية أحد الأشياء الأساسية، والبصمة والبطارية والشاشة، يمكن هالثلاث أشياء كانهم ذكروها على العلبة مركزين عليها بشكل كبير. خلينا نشوف إحنا، وخليني أعطيكم أيضا كيف الأداء ببجي وأهم الألعاب وبعض المعلومات الأخرى. هذا هو الجهاز، خلنا نشغله. بسم الله. شغال الجهاز ما شاء الله، لسه في العلبة شغال، حطيت الرقم السري. خلنا نشوف محتويات الصندوق. أول هنا ما في شيء، هنا ما في شيء، عندكم موجود. طبعا لا تنسوا اختبرنا وسوينا وشنا حطينا، يبقى 6% لا اغلاق. خلنا الحين نشوف 6% كافية. يجي عندكم الدبوس، يجي الغلاف الربر هذا، وأيضا يجي جوا العلبة شاحن العشرة واط اللي من خلاله يمديكم تشحنوا البطارية اللي سعتها 4230، وكيبل مايكرو يو اس بي الى يو اس بي العادي، فما هو باليو اس بي تايب سي. الحين على سعر الجهاز انه 141 دولار، يعني يعتبر شيء مره اقتصادي. وبرضه بعطيكم النتائج مع الاختبارات. صدقوا هذه اتوقع المفروض تجي هنا، اللي رجال الصندوق ورجع الاغراض في الصندوق ما رجعها صح، فخليني اسويها معاكم كذا، انتم قولوا لي اتوقع كذا صح. بس اظن كذا كذا شكلها اصح، صحيح كذا. شوف انا الصندوق ليش كان منفف زي كذا، وتحتي حط الجوال هنا. يس المهم الجوال ارجع له، انا اجيبه كذا. الجوال هذا شاشته 6.52 انش، الدقه حقت الشاشه اتش دي بلس. الواجهه التشغيليه اكيد من نفس اوبو، واتكلم على الواجهه الخاصه فيهم اللي هي الكلر او اس، النظام ويندوز او اسف اندرويد 10. ايضا لازم اوضح انه في الصندوق يجي عندكم الاشياء اللي شفتوها، والبلوتوث 5 مدعومة أيضا في الجهاز، ما في NFC بس في منفذ سماعة وفي مايكرو USB. أيضا نتكلم على جهاز يجي بتصميم